مشاهدينا الكرام مسعد ومساء، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، حل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمطار الرائد فراج بتندوف في إطار زيارة عمل وتفقد يدشن خلالها ويعاين ويضع حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية والحيوية بهذه الولاية. الدفاع الوطني اللواء الشعبي مصر قائد الناحية العسكرية الثالثة طلع بالبيت، حيث كان في استقبال السيد رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقا بالفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لدى وصوله إلى مطار الرائد فراج بتندوف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم راد ووالي ولاية تندوف. السيد الرئيس استمع في البداية إلى النشيد الوطني. بعد تحية العلم استعرض السيد رئيس الجمهورية تشكيلة من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية. ليصافح بعد ذلك السيد الرئيس مستقبليه من السلطات العسكرية والمدنية لولاية تندوف. ليحيي السيد رئيس الجمهورية صقور القوات الجوية على متن مقاتلات الجيش الوطني الشعبي التي رافقت طائرته الرئاسية إلى تندوف. كما صافح السيد رئيس الجمهورية أيضا مستقبليه من المسؤولين المحليين بالولاية وأعيان المنطقة وممثلي المجتمع المدني. براعم ولاية تندوف أعربوا للسيد الرئيس في كلمة ترحيبية بمطار الرائد فراج، أعربوا باسم جميع مواطني ولاية تندوف عن سعادتهم بهذه الزيارة التي ستعطي دفعا للتنمية في ولايتهم، مجددين دعمهم لمساعي السيد الرئيس في إرساء دعائم الجزائر الجديدة. سيد الرئيس، اسمع عبارات الترحيب ومعاني الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تشريفنا بزيارته.
زيارتك الكريمة إلى هذه الولاية المجاهدة البديابة في شهر نوفمبر التاريخي. سيدي الرئيس، شكرا على مجهوداتكم الجبارة وقيادتكم الرشيدة التي تسير في طريق الريادة والمحورية في فضائها الإفريقي والعربي بقيادة رجل فذ مقتدر استرجع هيبة الجزائر في المحافل الدولية ورفع ذكرها بين الأمم وسطر معالم نهضتها ورسم روابط علاقاتها الجديدة في ظل ثوابت الأمة الجزائرية وقيام ثورتها المجيدة. سيدي الرئيس، نساندك ونشد على عضدك من أجل المواصلة في رفع التحديات داخليا وخارجيا وإرساء قواعد التلبية المستدامة من أجل جزائر الجديدة المتطورة ورائدة بين الأمم. نشكركم سيد الرئيس على دعمكم الدائم وموقفكم الثابت والمشرف للجزائر والداعم للقضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين والصحراء الغربية. عاشت الجزائر حرة المستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا. تسمحوا لي نتصور معكم؟ المحطة الأولى ضمن برنامج الزيارة كانت منجمع غارج بيلات الذي يبعد حوالي 170 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مقر ولاية تندوف، حيث كان في استقبال السيد الرئيس الفريق أول سعيد شنقريحة إلى جانب والي ولاية تندوف وعدد من أعضاء الحكومة. رئيس الجمهورية وهو يتابع عرضا مصورا حول عمل المنجم وأفاقه المستقبلية أكد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، مبرزا أهمية هذا المنجم في خلق حياة اقتصادية واجتماعية جديدة في المنطقة. رئيس الجمهورية شدد على ضرورة الإسراع في الاستغلال الأمثل لمقدرات المنجم لتغطية حاجياتنا الكبرى والتوجه بعد ذلك إلى التصدير. رئيس الجمهورية وضع بعد ذلك حجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع المعالجة الأولية لخام حديد منجم غارج بيلات. هذا المنجم والمورد الاقتصادي الهام من شأنه توفير أزيد من 4000 إلى 5000 منصب شغل دائم لشباب المنطقة. وبمقدراتها الطبيعية والسياحية وطاقاتها الشبانية، تعد ولاية تندوف ورشة مفتوحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، لا سيما مع الحركية المسجلة في مختلف القطاعات. فاطمة الزهراء بن فرج الله. ولاية تندوف الواقعة في الجنوب الغربي للجزائر هي اليوم ورشة مفتوحة على مشاريع تنموية واعدة، وعلى رأسها مشروع منجم غارج بيلات ثالث أكبر احتياطي للحديد في العالم، والذي تسايره بنية تحتية لمنشآت فنية متنوعة، وهو قطب اقتصادي بامتياز سيوفر مناصب شغل جديدة لأبناء المنطقة وفق آليات التشغيل التي وضعتها الدولة مع توفير مراكز للتكوين والتأهيل في مجال صناعة الحديد والصلب. يعني استثمار تمنته ساكنة تندوف منذ القديم وقد تعهد به الرئيس، واليوم رانا نلاحظه على أرض الواقع. يعني المشروع بدا، يعني انطلق المشروع وانطلقت السكة الحديدية. المشاريع الكبرى العملاقة التي تستفيد بها منها الولاية، والتي يطمح ساكنة ولاية تندوف ان تغطي هذا العجز الذي يكون في سوق التشغيل. في السنوات الأخيرة راهي ولات فرص عمل كبيرة وتخصصات جديدة، وهذا وكذلك هذا اللي يخلي طالب العمل ان شاء الله باذن الله احنا مرافقين ونوجههم باش يواكبوا ثاني هما هاد التوجهات
يوجهوا للتخصصات اللي كانت تعرف عجز سابقا في ولاية تندوف. ومع انطلاق قاطرة التنمية، ها هو المواطن اليوم يلمس حركية تنموية تحققت في جل القطاعات، والتي فتحت آفاقا أوسع نحو تحسين ظروف العيش وتوفير المنشآت القاعدية الحيوية لفك العزلة وتثبيت السكان في المدن الجديدة والأقطاب السكنية الحضرية. هذه 4 سنوات كان فيه توزيع حصص معتبرة من السكن بمختلف السياق، كانت فيه لافامبوس، الألبية، للاسبي، القطع الأراضي، وكذلك السكن الريفي، وإضافة إلى السكن لوبيجي. الحمد لله كان فيه بعض توزيع حصص معتبر. تحقيق الأمن الغذائي تحد رفعته الدولة في مصاف أولوياتها ضمن برنامج تطوير الفلاحة الصحراوية التي بارزت فيها المرأة الريفية، وهي تجسد مبدأ الأرض لمن يخدمها. الفلاح هون عندي النخل الحمد لله، رافية التمر عندي مستثمرين التمر، وعندنا أرقان حرنا بادر مجهود انا والاولاد ديالي فيها نخدموا، اللي عرفنا كامل نخدموه. جوهرة الجنوب الغربي هي ايضا وجهة سياحية بامتياز، تضم هياكل سياحية تعكس الطابع العمراني للمنطقة وتروج للموروث الثقافي. الله يكسب في الولاية، والناس تجينا من الخارج وتجي هون لوطيل. والله السياحة وكل شيء زين. هذا مكسب كبير لنا، خصوصا وأنه تندوف ولات منطقة اقتصادية بعد افتتاح منجم الحديد بجبيلات. ولاية تندوف هي طاقات شابة تسعى لإثبات نفسها في المحافل المحلية والدولية في المجال الرياضي أيضا. ويجد عندنا هنا لاعبين كبار إن شاء الله مثل مسلم أنتوف، ولذلك نجب إحنا تاني نكونوا في كيف مثل إن شاء الله في فرق كبيرة إن شاء الله. الأكاديمية هي اللي تقوم بتطوير مهارات اللاعبين، وتقوم تاني بعملية صقل المواهب بطريقة أكاديمية بطريقة محترفة تخلي هاد اللاعبين إن شاء الله يروحوا بعيد. المشاريع التنموية المحققة بولاية تندوف هي مؤشرات إيجابية في ظل الجزائر الجديدة التي ينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار ومواكبة التحديات الراهنة. نثمن كل المجهودات التي بذلت ولا زالت تبذل من طرف رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية على الاستمرارية في تأدية الواجب الوطني لحماية الوطن والمواطن من الذين تسول لهم أنفسهم المساس بوحدة الوطنية أو مؤسساتنا التي هي أمانة في أعناقنا من أبائنا وأجدادنا الذين ضحوا بكل غالي ونفيس. ولاية تندوف الحدودية أصبحت اليوم بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قطبا اقتصاديا منفتحا نحو إفريقيا في ظل الاستراتيجية الوطنية المواكبة للتطور والعصرنة. انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة اشغال ندوة الجزائر الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية تحت شعار العدالة للشعب الفلسطيني. ندوة الجزائر الدولية التي تأتي نصرة للقضية الفلسطينية تنظمها النقابة الوطنية للقضاة والمنظمة الوطنية للمحامين الجزائريين بمشاركة وفود من دول عديدة تضم قضاة ومحامين وخبراء في القانون الدولي. وتبحث الندوة انتهاكات الاحتلال الصهيوني لأحكام القانون الدولي الإنساني في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، وسبل تقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية إزاء هذه الجرائم غير المسبوقة. إذن اليوم حنطلق بمليونية الجزائر في المتابعة لهذا الكيان بكل جرائمه، ولاحظت حتى انضم إلينا الأستاذ الفرنسي جيل دوفال اللي على كل حال لاحظتوا المداخلة نتاعه، وسبق وين قام ببعض يعني قام بإبلاغ أمام المحكمة الجنائية الدولية. الآن احنا كحقوقيين مع السادة القضاة فكرنا أنه ننضم في جزئية معينة اللي هو قام بها، ونقوم ببقية الجرائم المقترفة. هنا من خلال هذا المجهود العلمي الحقوقي نحاول لأول مرة أن نعطي لعملنا أو لمخرجاتنا اليوم خارطة طريق واضحة من خلالها تقوم مجموعة من الإخوة المشاركين في هذه الندوة بتشكيل لما لا فرق حقوقية مختلفة الأطياف، عمل جماعي
التنسيق مع المبادرات الأجنبية الأخرى، ونقوم بعملية متابعة لمخرجاتنا لكي نوصلوها بقوة وبأمانة أمام المحافل القضائية والحقوقية الدولية كما أعلنا عنه في السابق. نؤكد على أهمية هذا المسار وندعو إلى تفعيله وتطويره وترجمة مخرجات هذه الندوة. أهمية هذه الندوة أنها تأتي في سياق توجيه وتعليمات من السيد الرئيس عبد المجيد تبون، هذا يؤكد أن القضية حاضرة تماما في ذهن السيد الرئيس وهو يسعى لتفعيلها بكل الأشكال المختلفة، وهذا مسار اعتزاز. هذا وأكد اليوم المحامي الفرنسي جيل دوفير حرصه على تقديم كل الأدلة للجنائية الدولية لإدانة الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن ملاحقة الكيان الصهيوني وإدانته أمر ممكن، فيما أكد البروفيسور الفلسطيني عصام عبدين المختص في القانون الجنائي الدولي أن ندوة الجزائر الدولية تشكل فرصة مهمة لتسطير برنامج عمل عربي لمساءلة الكيان الصهيوني حول انتهاكاته الجسيمة في حق الشعب الفلسطيني. نحن هنا للمطالبة بالعدالة للشعب الفلسطيني. لقد انخرطنا في معركة قانونية لفضح الانتهاكات الصارخة للكيان الصهيوني وجرائمه المرتكبة في حق الفلسطينيين، وهي جرائم موثقة بالصوت والصورة. أدعو من هذا المنبر إلى تقديم المزيد من الدلائل حول هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عنها، ولدينا حظوظ وافرة في النجاح. نحن أمام عمل تم على مدار الساعة والآن سيتم تتويجه في هذا اللقاء الدولي، ونرتقب أن يتم إصدار إعلان الجزائر، وهو سيشكل برنامج عمل لمختلف الدول العربية كنقابات واتحادات ونقابات محامين ونقابات قضاء، سيكون بمثابة دستور عمل في مسار مساءلة قادة ومسؤولي الاحتلال وتحقيق العدالة الناجزة للشعب الفلسطيني. وفي مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تم تمديد الهدنة المؤقتة ليوم سابع إضافي بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني حتى يوم غد الجمعة. وكانت عملية تبادل الأسرى من الدفعة السادسة بين الجانبين قد تمت ليلة أمس، حيث أفرجت المقاومة عن محتجزتين روسيتين وعشرة إسرائيليين وأربعة تايلاند، فيما أفرجت قوة الاحتلال عن 30 معتقلا فلسطينيا هم 15 طفلا و15 امرأة. من جهة أخرى، كثف الاحتلال من اعتداءاته على بلدات ومدن الضفة الغربية، حيث استشهد فجر اليوم فلسطيني وأصيب أربعة آخرون خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري في بلدة بيتونيا غرب رام الله، فيما اقتحمت الأحياء القريبة من السجن ومدينة طول كرم ومخيمها وطوباس، ما تسبب في اندلاع مواجهات مع المواطنين واعتقال عدد آخر في بيت لحم. في التعاون، استقبل اليوم وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أماني عبود، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر للمشاركة رفقة الوفد المرافق لها في أشغال الدورة 71 لهذه الهيئة القضائية الإفريقية، وهي الدورة التي تستضيفها بلادنا. وقد خصص اللقاء لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذا التحديات التي تواجهها هذه الأخيرة في تأدية مهامها والاضطلاع بالدور المنوط بها طبقا لأحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وفي هذا الصدد، أعربت أماني عبود عن شكرها العميق وتقديرها الكبير للدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر من أجل تفعيل المحكمة الإفريقية وتعزيز دورها كآلية رقابة تتكفل بحماية وترقية حقوق الإنسان وفق منهج شامل ومتكامل يضمن جميع الحقوق والحريات بأبعادها الفردية والجمعية.
في التعاون دائما وبمقر وزارة العدل استقبل اليوم وزير العدل حافظ والختام عبد الرشيد طبي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور. اللقاء شكل فرصة لاستعراض الإصلاحات الدستورية والقانونية الرامية لحماية وترقية حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، حيث أشادت السيدة لولور بجهود الجزائر في موائمة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. بمقر وكالة الأنباء الجزائرية أشرف اليوم وزير الاتصال محمد العقاب على إحياء الذكرى 62 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، وبالمناسبة تم الإعلان عن إطلاق موقع إخباري باللغة الإسبانية لإيصال صوت الجزائر للشعوب الناطقة بها، كما حظي عدد من الإعلاميين المتقاعدين بالوكالة بالتكريم والعرفان. كل دول، يعني كم قنوات إذاعية وكم قنوات تلفزيونية وكم من وكالات قوية، يعني الهدف الأساسي هو خدمة مصالح الدولة التي تنتمي إليها. وبالتالي احنا أيضا وكالة الأنباء إن شاء الله بكل هذا الزخم اللي فيها إن شاء الله تكون في طالعة وسائل الإعلام التي تخدم الدولة الجزائرية. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين على مراسم استقبال الطلبة الأفارقة المتكونين بالجزائر بحضور وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا. اللقاء أبرز دور الجزائر في احتواء طلبة الأفارقة وتأطيرهم في مختلف الاختصاصات التكوينية ضمن التزامها بمرافقة الحركية التنموية في القارة السمراء. لقد فتحت الجزائر أبواب جامعاتها ومعاهدها ومدارسها العليا ومراكزها التكوينية أمام جميع أشقائها الأفارقة دون تفضيل أو تمييز. وخلال السنوات الأخيرة قامت بلادي بتعزيز وتكثيف برامج المنح الدراسية والتكوينية التي صارت توفر سنويا أزيد من 2000 منحة في مجال التعليم العالي ونصف 1000 من المنح في مجال التكوين المهني. نريد من خلال هذا اللقاء تعزيزها وتثمينها سيما في المجالات ذات الصلة بتكوين المورد البشري الذي هو أساس كل تنمية اقتصادية، وهذا ما تسعى إليه الجزائر ممثلة في قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى تجسيده في الميدان. صحيا، وبالمعهد الوطني للصحة العمومية نظم يوم دراسي تحسيسي وتكويني حول داء السكري عند الأطفال، حيث استعرض المشاركون سبل التكفل بالمرضى في الوسط العائلي والمدرسي. المشاركون أكدوا أيضا على ضرورة العمل بالسجل الخاص بالمرضى على مستوى كل مؤسسة مع تحيينه دوريا لكي يسمح للجهات الوصية بالتكفل الأمثل بالمصابين. شب صباح اليوم حريق بمحل تجاري متكون من طابقين ببلدية برمراد رايس بالعاصمة. الحادث خلف إصابة شخصين بجروح مختلفة، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى بن عكنون، كما تمت السيطرة على الحريق وإخماده كليا من قبل عناصر الحماية المدنية. على الساعة 11:32 دقيقة مفاده وجود حريق على مستوى محلة شوبي وان، توجهت تدخلات فورا متمثلة في 6 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف. قمنا بإطفاء الحريق والحمد لله الخسائر لا توجد، مادية خسائر بشرية لا توجد.
شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في تمام الخامسة.